ويقوم أندرو موريسون بزيارة للمملكة المغربية على رأس وفد هام في إطار الدورة الثانية من الحوار الاستراتيجي المغربي البريطاني التي انعقدت اليوم بالرباط. وقد شكل هذا الحوار الاستراتيجي فرصة للنهوض بالشراكة القوية بين البلدين في كل مجالات التعاون كالمجال الاقتصادي والاجتماعي، إضافة إلى المجالات التربوية والثقافية. وكانت هذه الدورة مناسبة للتوقيع على عدة اتفاقيات، كما تم الاتفاق على التوقيع في القريب العاجل على اتفاق في المجال التجاري لما بعد البريكست، وهو اتفاق يوجد حاليا في طوره الأخير بعد أن تم التوافق على جزء كبير من عناصره، على أن يقوم الطرفان في الأسابيع المقبلة بتحديد العناصر المتبقية. ومن شأن هذا الاتفاق أن يمنح فرصة أكبر للمبادلات التجارية بين البلدين وتبادل الرؤى حول القضايا الإقليمية في شمال إفريقيا والشرق الأوسط، إلى جانب كيفية التنسيق مستقبلا حول كل القضايا.